السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن السنة هلأ نحن بموسم عصر الزيتون، وجايبين الزيتون على المعصرة مشان يعني نعصره. هلأ حاليا الحمد لله الأوضاع كويسة، صار معاصر حديثة وممتازة. أول كان المزارع يتعذب كثير لحتى يعني يعصر زيته، وكان عصر يدوي وعلى العمال وعلى كتافهم وعلى هيك. الحمد لله هلا صارت كلها آلات، صارت أمور كثير جيدة، حتى الكهرباء وصلت للمعاصر والله يبارك فيكم، والحمد لله تمام الأمور كويسة. بوجود الكهرباء صارت أوضاع كثير كويسة والحمد لله يعني ماشي الحال. حاليا نحن السنة طلعنا بكير شوي، السنة الماضية كان يعني أفضل، السنة طلعنا بكير على حواج الزيتون على القطاف، ونتمنى أن يكون يعني يتحدد موضوع الأيام اللي لازم نقطف فيها الزيتون ويلتزم فيها الجميع. العام الماضي الأمطار اجت مبكرة، ويعني نحن مع انه ما طلعنا للشهر 11 على حواج الزيتون وشغلنا معاصرنا وهيك، بس السنة العالم طلعت بكير بالشهر العاشر تقريبا طلعت اوله، ولسه الأمطار ما نزلت الا من يومين نزلت شوية مطار، والعالم كثير يعني كان في مضايقة لاني في غبرة وفي كذا، وتعذبنا كثير في صعوبة السنة. السنة في صعوبة في الحواج. الحمد لله هلا نحن في موسم قطف الزيتون. الحمد لله الوضع كثير كويس. كنا اولي على زمن اجدادنا كانوا يلاقوا صعوبه كثير في قطف الزيتون، في استخراج الزيت منه، قله التطور اولي كانت كثير هيك خفيفه، كانوا يستخرجوا الزيت يعني في صعوبه، في الات قديمه وعمال وتعب يعني، بس الحمد لله هلا الوضع كثير مختلف كثير كويس. بعد ما نحوش الزيتون بنجيبه على المعصره بنعصره، في ما بيطول شغله نص ساعه ساعه، الحمد لله بناخذ زيتنا وبنروح.